اعتقلت السلطات الإيرانية 29 شخصا بسبب مشاركاتهم في مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني بعد تهاوي سعر العملة الإيرانية وبلوغها أدنى مستوياتها. قال غلام إجني المتحدث باسم السلطة القضائية إن 29 شخصا تم اعتقالهم وستتم محاكمتهم قريبا، وهدد باعتقال المزيد بتهمة الإفساد في الأرض. في السياق، شهد السوق الرئيس في طهران إضرابا عارما بناء على دعوة أطلقها أصحاب المحال والنشطاء الاقتصاديين، وذلك احتجاجا على الغلاء وارتفاع أسعار السلع وتدهور الوضع الاقتصادي المستمر. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإصلاح الفوري للوضع الاقتصادي الذي تسببت فيه السياسات الهدامة لنظام الولي الفقيه طوال العقود المنصرمة.